يناير هذا كناية في يناير واش هذا ندير التقاليد تاعنا، نحطو طفل صغير داخل الجنة، نرمو في القح الحلوى كامل، ونزيدو نطيبو البغرير والسمان والخضر، حاجة تاع التقاليد، طعام تاع سبع سوسان هذاك، ونشكر بزاف بزاف هي تيم سمسي هي حبت لينا بكل شيء يقدموه لنا. مثل الموسم الفلاحي هذه السنه نقولوا السنه باش تجي هذه كنديروا هذا الطبق باش نفولوا تجي السنه فلاحيه وافره من القمح من الحبوب الجافه من كل شيء، وكل عائله نحضر الطبق اللي هو الكسكس. هذا الطبق متواجد كاع عند العائلات، كان يدير الكسكس، كان يدير العيش، كان يدير الرشطه، كل واحد العادات والتقاليد تاعو. حنايا